Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 2 from unit 8, inshallah. اليوم رح ناخذ الدرس الثاني من الوحدة الثامنة. Open your pupils book. نفتح كتاب الطالب. Page number 67. صفحة 67. Write the day and the date up. نكتب اليوم والتاريخ فوق. Today is a Tuesday. اليوم هو يوم الثلاثاء. It is 18 of May 2021. Okay. Let's start. نبلش قراءة الدرس. Listen and read. Listen, it is silent. معناها استمع. And read, واقرأ. Listen and read the story. اقرأ واستمع للقصة. Then act it out. بعد ذلك طبقها. طبعا احنا دائما نعرف انه الدرس الثاني بيكون موجود مشان نطلع منه قاعدة الدرس. يعني اليوم الدرس قراءة زائد جرامر. بدنا نشرح القاعدة الرئيسية. Look here. نتذكر انه تارا's class was in. بعتذر منكم. نتذكر انه تارا's class was at the museum. انه صف تارا كانوا بالميوزيوم بالمتحف. نتطلع نقرأ القصة. Yesterday. Yesterday معناها الأمس. يعني مبارح. Yesterday we were معناها نحن. كنا at the museum. عيد. Yesterday we were at the museum. يعني مبارح احنا كنا بالمتحف. David اللي هو هيو looked at a vase. David كان يطلع على الفيز. بدنا نحط دائرة على كلمة looked. معناها نظرة. الصورة الثانية. الآن بدنا نشوف شو صار لما اطلعوا على الفيز. اطلعوا على بيلي كان واقف ورا ديفيد. فشو عمل بيلي اللي هو هيو بشد هيم. بيلي بشد هيم يعني بيلي دفعه. and David knocked the vase over. أعيد. بيلي اللي هو هيو الولد الشرير بشد معناها دفع him دفعه لديفيد. and David knocked الكي لا تلفظ knocked معناها أوقع the vase over. أوقع الvase over في الأسفل. picture number 3. oh نو no. الآن لما انكسرت الفيز بنتذكر انه الجارد كان منبههم انه لا تقربوا لها. شو حكى ديفيد؟ او نو وات ار وي جوينج تو دو. يعني شو بدنا نعمل احنا؟ شو حكت له تارا؟ اي كان فيكس ات. يعني انا بستطيع اصلحها. نتذكر كيف تستطيع تارا؟ لانه معها الماجيك ريموت كنترول. الريموت الكنترول السحري. الآن ضغطت على الريموت كنترول. شو حكت؟ I pressed a button on my remote control. I pressed معناها أنا ضغطت أو كبست. I pressed a button. أنا ضغطت على كبسة. On my remote control. على الريموت كنترول تاعي. Then بعد ذلك the vase was okay. بعد ذلك كانت الفازة okay اتصلحت. David was happy again. David كان سعيد مرة أخرى. شو حكى ديفيد إلها؟ thanks تارا. شكرا يا تارا. الآن أنا شو اللي بيهمني من الدرس يا مس؟ نلاحظ الأفعال اللي أنا حطيت عليها دائرة. أول إشي بنلاحظ زمن النص. أول جملة بالنص yesterday. يعني كل الأحداث اللي أنا بدي أحكي عنها إمتى صارت يا مس؟ yesterday بالماضي. تارا بتحكي أنا مبارح رحت أنا وصحابي على المتحف. مبارح ديفيد وقع المزهرية. مبارح أنا صلحت المزهرية. فهاي الأشياء كلياتها إمتى؟ yesterday يعني بالزمن الماضي. الآن لما أنا بدي أحكي عن شيء يحدث بالماضي نتذكر إحنا أخذنا استخدام الواز والوير بمعنى كان ويكون. We were معناها نحن كنا. I was أنا أكون. أنا كنت. الآن طب أنا هل كل الأفعال
اللي بستخدمها بالوضع الطبيعي، مثلا الفعل eat، الفعل look، الفعل help، الفعل push، كيف أنا بدي أحكي هاي الفعل بالزمن الماضي؟ هاي الأفعال جميعها بتكون مضارع. مثلا الفعل look لحاله، نيجي هون، look لحاله معناها ينظر الآن، look هاي نغطي عليها، look معناها ينظر الآن. لما أنا بدي أحكي إنه هو نظر مبارح بضيف لها ed، يعني الفعل بضيف له ed بيصير شو عندي بالزمن الماضي. أعيد، ديفيد looked، looked معناها نظر وانتهى. أنا أصلا عندي الفعل look ينظر، ينظر الآن، بدي إياها يصير نظرة، بضيف لها ed بتصير looked نظرة yesterday، نظرة بالأمس. نيجي هون للفعل الثاني اللي مرق معي، bushed، bush لحالها معناها يدفع، يدفع، يدفع الآن. إذا بدي أحكي أنا بلاحظ إنه هو دفع مبارح yesterday، فأنا بدي أحول الفعل من مضارع لماضي، فbush شو القاعدة؟ الفعل بضيف له ed فبتحول للزمن الماضي، bush بتصير bushed، bush يدفع، bushed دفع، دفع وكمل. نيجي هون، knocked، knocked الكي لا تلفظ، أصل الفعل knock هيو، knock يوقع، knocked أوقع yesterday، أنا بحكي بالزمن الماضي، knocked فأنا ضفت للفعل knock يوقع، أضفت لها ed فصارت knocked أوقع بالزمن الماضي. ننتقل للصورة الرابعة، مرق معي كمان فعل I pressed، عندي الفعل press معناها يضغط، يضغط الآن. لما بدي أحكي أنا بحكي عن إشي صار yesterday بالزمن الماضي، فأنا بدي أحول للزمن الماضي، كيف بعمل الفعل الماضي؟ بضيف له ed press بتصير pressed، pressed فشو بتصير؟ I pressed a button، أنا ضغطت على الكبسة. إمتى ضغطت؟ yesterday. فإذا القاعدة عندي شو بتحكي يا مس؟ إنه لما يكون عندي فعل أو جملة بحكي عن إشي بيصير بالزمن الماضي، أول دليل بدلني على الماضي كلمة yesterday. إذا أنا بحكي عن زمن ماضي past، موجود عندي دليل من أدلة الماضي اللي أخذناهم باليونت 7 اللي هم yesterday و ago و last. إذا موجود عندي كلمة بتدل على الماضي فأنا الفعل شو بعمل؟ بضيف له ed، look بتصير looked، knock بتصير knocked، push بتصير pushed، press بتصير pressed. Now let's move to exercise number 2. طبعا أنا حاولت أبسط لك القاعدة قدر المستطاع يا مس، أبسط من هيك ما في. past بعتذر منكم، past اللي هي الزمن الماضي، كيف أنا بكون الزمن الماضي؟ بحط الفيرب الفعل plus ed، بحط الفعل بضيف له ed، verb plus ed فعل زائد ed يحول الفعل هيك للزمن الماضي. الآن نيجي listen and match، نسمع القصة مرة ثانية ونكمل. Later that day. الآن بدنا نكمل الجمل التالية حسب ما تسمع من المس. تارا عم تحكي لنا شو صار بعد ما أنهوا الذهاب إلى الميوزيوم. David and Rose. I معناها أنا. Todd. Billy our teacher. بدنا نشوف كل شخص فيهم شو كان يعمل. بنيجي هون. Played. بلاحظ بلاي لحالها يلعب، بلايد لعبة بالزمن الماضي، بلايد on his computer يلعب بالكمبيوتر تاعه. corrected، correct يصحح، corrected صحح. طبعا ليش أنا ضفت ايدي؟ لأني بحكي عن yesterday عن الأمس. corrected our homework بتصحح واجباتنا.
cleaned، clean لحالها ينظف، cleaned نظفة. cleaned my bedroom، نظفت غرفتي. played tense، played tense معناها لعبوا أو لعب التنس. watched a video، watch لحالها يشاهد، watched شاهد، watched a video شاهد فيديو. الآن التمرين يعتمد على الاستماع زي ما أنا رح أقرأ الجملة. David and Rose played tennis. David and Rose played tennis. David and Rose لعبوا التنس. I cleaned my bedroom. أنا نظفت غرفتي. Todd played on his computer. Todd لعب على الكمبيوتر تاعه. Billy watched a video. Billy كان بيشاهد فيديو. Our teacher معلمتنا corrected our homework. معلمتنا صححت الواجبات تاعتنا. الآن للرجوع للقاعدة اللي أنا أخذتها، بنرجع للدوسية موجود فيها القاعدة. نفتح الدوسية مع بعض يا مس، بدي أعطيك ملاحظة. الآن بالدوسية page number 13 القاعدة simple past، نستخدم الفعل الماضي البسيط للحديث عن فعل حدث وانتهى بالزمن الماضي. ليش بحول، ليش بضيف للفعل ED؟ عشان أحكي عن شيء حصل بالماضي وانتهى. طيب كيف أنا بدي أشكل الفعل بالزمن الماضي؟ الآن أنا عندي نوعين للأفعال، نوع اسمه regular ونوع irregular. طبعا موضوع درسي أنا عن الأفعال المنتظمة، regular verbs، الأفعال المنتظمة. كيف أفعال منتظمة؟ الأفعال المنتظمة هي الفعل اللي بضيف له ED بصير ماضي، عشان هيك اسمه regular. أفعال بضيف لها ED بتصير regular، مثل call يتصل، called اتصل، wash يغسل، washed غسل. الآن طبعا أنا بدي أعطيك ملاحظة، كل الأفعال المارقة معي بيونت 8 أفعال منتظمة، يعني بضيف لها ED بتصير ماضي. بالوحدة التاسعة هم طارحين لك فكرة الirregular verbs، الأفعال الشاذة. الأفعال الشاذة هي الأفعال اللي بتخرج عن القاعدة. أنا هذا الموضوع بدي أتركه مش مطلوب، نهاية يونت 8 بشرح لكم إياه كمعلومات عامة بس من باب الاطلاع. أنا المطلوب مني التحويل للفعل الماضي البسيط بإضافة ED just فقط. أوكي هيك يا مس، أنا هنا درسنا لليوم، بكرة إن شاء الله بنأخذ تمارين الدرس. Good luck ويعطيكم العافية.